قبل ما تفرج في القصة خلي اشتراك لايك ويلا. سوفيان ستوريز. بعد المرات الدنيا كتكون قاسية معك قبل كاع ما تجي لهاد الحياة، وملي كتجيك يكون مكتوب عليك غادي تعيش المعاناة، وبالزمن انك خاصك تقول الحمد لله، تقولها واخا الدموع نازلين والقلب كحله، تقولها حيت هادشي مكتاب عليك، واللي عليك هو انك تحضر راس وتدوز المصير ديالك. القصة ديالي غادي تبدا ملي كنت مازال صغير وبديت كنفهم، واول حاجة فهمتها علاش ما عنديش حتى انا ماما بحالي بحال كاع الناس، علاش من صغري وانا معنق غير الرضاعة واخا كان الوالد ديما حدايا وما مخليني ناقص والو. الوالد حس بيا وداني واحد الصباح للمقبرة، وقفني قدام قبر وقال لي هنا كاينه ماماك، كانت مرة مزيانة، كتب لي الله انها تموت. كان صدمة كبيرة بالنسبة لي، واضح الوالد كان متردد بزاف يقولها سنوات هذه، ولكن في الأخير قرر. بقيت واقف وكنبكي من كثرة ما كنت مشتاق لكلمة ماما، بقيت كنتمرغ قدام القبر حتى داني الوالد بصعوبة كبيرة، هازني بين يدي وكنتركل. رجعت للدار والحالة النفسية ديالي تدهورات بزاف، داني الوالد الطبيب نفساني ومن ذاك الوقت وهو كيتعامل معايا زوين، كيحاول ينسيني بأي طريقة، كيشري لي الألعاب وكل مرة الهدايا. رغم ذلك تبدلت بزاف، ما بقيت بحال كاع الدراري الصغار، وكأنني فجأة وليت واحد شيباني. نهار دخلت المدرسة أول مرة داني الوالد، وقدام باب ديال المدرسة كانوا بزاف ديال الوليدات وكانوا معاهم مواتهم، كان صعيب عليا نتحكم في نفسي. من بعد سيمانة باقي عاقل واحد الدري صغير قال لي فين هي ماماك وباباك، علاش كاع ما كيجي معاك، ديما كيجي معاك غير جدك. سؤال واخا كان من طفل بريء ولكن هرسني من الداخل، واللي ضرني في خاطري ماشي حيت ذكرني بالوالدة، لا هو الكلمة ديال جدك، حيت فعلا الوالد شعره شايب وكبير فلاش، وكون كما كانت الكنية ديالي بحاله كنت غادي نشك. الأسئلة كانت كل نهار كتزاد، علاش وعلاش وكيفاش، علاش ما كيجوش عندنا العائلة، ما كنتش كنسالي من الأسئلة، وفي كل مرة كان الوالد كيتهرب مني. ملي وصلت لعشر سنين وليت قبيح بزاف، والشكاوي في المدرسة كانوا كيوصلوا للوالد، الوالد اللي ما عمره زيد ديه عليا، كنت كنموت عليه حيت من نهار حليت عينيا وانا كنشوفه غير هو، واي واحد كان كيجبدو على لسانه كنت كنضارب انا وياه، كنت كنعطيهم قتلة ديال العصا في المدرسة، وكانوا مسمين عليا ولد شيباني. كان واضح المستقبل ديالي كيفاش غادي يكون. واحد النهار في العشية لما جا الأستاذ كاع، كانت الشتا كتصب والجو بارد، رجعت للدار غير قربت من الباب ولقيته باللي كان محلول، تمي الداخل وسمعت الحس ديال الوالد كيبكي. تميت غادي بشوية كنقرب منه بلا ما ندير الحس، وسمعته كيقول له اسمحي لي يا بنتي، ما نقدرش نقولها ليه، عارف بلي عطيتك وعد ولكن ما قدرتش يا بنتي، عافاك اسمحي لي. وقفت عليه ديك اللحظة قلت لي شكون هادي الوالد وعلاش ما قدرتيش تعاود، علاش كدوي؟ شافني ديك اللحظة الوالد وتصدم، بدا كيدخل وكيخرج في الهضرة وقال لي لا ولدي
هذه قصة طويلة. واحد البنت كانت خدامة معنا وكان وقع لها مشكل وعودت لي واحد السر باش نقوله لباها، وراني ما قدرتش ولدي اليومين هذا ما قدرتش. قلت له مالك الوالد معذب راسك؟ قولوا ليها وهني راسك. قاكي شوف فيها ناض ديك اللحظة عنقني وقال لي ما نقدرش ما نقدرش ولدي. قلت لي الوالد واش ما كيبانش ليك بلي راك بالغتي شوية؟ نسى عليك هاد الموضوع هذا، عمرني شفتك كتبكي هكا. ديك اللحظة مسح الوالد دموعه قال لي بصح ولدي عندك الحق. دازت ديك الليلة وما عرفتش علاش، كنت كنحس بلي الوالد خازن عليا شي حاجة، بلي داكشي كامل اللي كان كيدوي كان كيقصدني بيه أنايا. مبقيت متكي وكنفكر في اي حاجه كنت كنقولها لي، وكان دائما كيتهرب مني، وفين ما كنت كنسولو كان كيتهرب مني. واضح بلي الوالد خازن عليا شي حاجه. بقات الامور غدا نورمال. واحد الليله كنت ناعس وفقت على صوت الغوات ديال الوالد، كان واضح بلي كيحلم ولكن كان كيقول ما غاديش نسمح لكم، هادشي اللي درتوه في بنتي ما غاديش ندوزو لكم، غادي نعذبكم كاملين كاملين. قربت من حداه وحاولت نفيقه، ملي حل عيني تصدم الوالد حيت لقاني حداه. قلت لي بسم الله عليك الوالد واش كنتي كتحلم؟ قال لي اه ولدي. قلت لي الوالد كنتي كدوي على بنتك ياك؟ ما واش كانت عندي شي اختي وانا ما عارفش؟ قال لي الوالد لا 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 ولدي غير كنت كنحلم. الوالد كان كيدخل وكيخرج في الهضره، وهادشي اللي داز ما كانش عادي بالنسبه ليا. هادشي اللي داز عاد ما زاد دخل لي شك راسي، وهادشي خلاني نبدا نراقب الوالد ونبحث. وأول حاجة نعرف على السد علي بيت النعاس ديالو، ومانع علي أنني ندخل ليه نهائيا. بقات الأمور غادا نورمال. الوالد حس بيا مراقبه ولا كيتصرف معايا عادي. ملي وصلت 13 عام المدرسة ما كنش كندخل ليها نهائيا، مرة داكشي على سقط وعاود سقط. ملي وصلت 15 عام كان غادي يكون هاد العام هذا الاخر ليا، وكنت مهدد بالطرد. ما كنت كندير والو، القباحه والمطايفه والخوال الخاوي وداك الفراغ اللي كنت كنحس به طوال السنوات كنت كنفرغه في هادشي. الاساتذه كلهم كانوا كيقولوا لي بلي انا ذكي، بلي انا ذكي بزاف، ولكن ما عارفش نوظف هادشي. شحال من مره جابوا الوالد ولكن بدون فائدة. كنت كاره حياتي وكنحس بوحدة قاتلة، وما عنديش دافع اللي خليني نقرا ونشوف المستقبل. كنت كنظن بلي المعاناة ديالي حتى لهنايا وسالاو، ولكن واحد الليلة اكتشفت العكس. كانت ديك الساعة تقريبا الوحدة ديال الليل، وانا معروف عليا في هاد الوقت تنكون جابد عليه، ولكن في ديك الليلة كان العكس. الوالد كان كيسحاب ليه بلي انا ناعس. بقيت ديك الليلة كنتقلب والنعاس والو، نطت واحد اللحظة باش نشرب ونرجع للناس. ملي كنت غادي للكوزينة اكتشفت بلي البيت ديال الوالد مبسم والضو شاعل، وتفاجأت شنو اللي خلى الوالد يبقى فايق حتى لهاد الوقت هذا. شربت الماء وملي كنت راجع مشيت للبيت ديالو، قربت من حداه وطليته ولقيته ناعس على ظهره، وفي يده كان هاز واحد الورقة قديمة. تميت غادي داخل، وقبل ما نفيق الوالد بقيت كندور عينيا في البيت، وكانت هادي أول مرة غادي ندخل ليه. بقيت كندور في راسي حتى جات عيني على واحد الصورة كانت في الحيط، صورة ديال واحد الراجل معاه مرأة
وبنت صغيرة. قربت ديك اللحظة من الصورة واكتشفت بلي داك الوالد وديك المرأة اللي كانت معاه ما عرفتهاش، وحتى ديك البنت الصغيرة ما عرفتهاش. قلبي بدا كيضرب بالجهد ديك اللحظة. هزيت الورقة اللي كانت في يدي وبديت كنقرا. ولدي ياسين، عارفك غادي تكون كبرتي دابا وانت كتقرا في هاد الرسالة. انا وصيت جدك باش ملي تكبر عادي يعطيك هاد الرسالة هادي. هبطت الورقة وبقيت مصدوم وكنشوف الوالد وكنقول كيفاش جدي؟ واش بابا هو جدي؟ بقيت كنقرا وقلبي كيضرب بالجهد ومصدوم. ولدي ياسين، القصة غادي يعاودها لك جدك كاملة. انت ولدي وحبيبي ونور عينيا. انا عارفة بلي عشتي حياة صعيبة بزاف، محروم من والديك من ماماك وباباك، وعارفة بلي انت تظلمتي، ولكن انا ماشي انا اللي ظلمتك ولدي، اللي ظلموكم عائلة الوزاني، هما اللي ظلموني ولدي وظلموا جدك، وحنا راه ما قدرنا نديرو والو. انا عارفة بلي انت مازال صغير باش تسمع هادشي وباش تعرف هادشي، ولكن انا بغيتك تعرف الحقيقة من صغرك باش تكبر وانت عارف بلي قدامك بزاف ديال الحوايج خاصك ديرهم. تا واحد ما كان باغيك ولدي، باك اللي ما عرفتوش شكون هو والعائلة ديالو كلهم ما بغاوش. انا قلبي كيحرقني من الداخل ولدي، وفي كل ليلة كانت كدوز وانا كنتفكر شنو داروا فيا. من كثرة البكا ديما كنت كنعس وكنحلم باللي انت اللي غادي تاخذ لي حقي منهم. ما بغيتكش تكون بحالي وبحال جدك، بغيتك تاخذ لي حقي من عائلة الوزاني. تفكر دائما ولدي باللي ماماك عمرها غادي ترتاح في القبر ديالها الا لما انتقم لي منهم، وهادشي اللي بغيت، هادشي اللي بغيت منك. بقيت واقف ومرفوع، خرجت من البيت والدموع نازلين. مشيت لبلاصتي وبقيت كنقرا في الرسالة وكنعاودها شي 10 ديال المرات. دازت ديك الليلة وفي الصباح جدي فاق، وتفكر باللي قبل ما ينعس كان هاز بين يديه رسالة، بقى كيقلب عليها وقع ما لقاها كاع. تخلع وبدا كيقلب في البيت كامل، الماريو تحت الناموسية، والو ما لقاهاش. عرف ديك اللحظة بلي ممكن تكون عندي أنايا. مشى للبيت ديالي، لقاني ناعس والدموع نازلين على خدي والرسالة بين يديه. خداها من عندي وتصدم، وعرف بلي داكشي كامل اللي كان خازنو هاد السنوات كلها صافي بان. ضربتني الفيقة داك الصباح وعيني كيحرقوني من كثرة البكا. ما لقيتش الرسالة بين يديا ونط كنقلب عليها، بقيت كنقلب والو ما لقيتهاش. ديك اللحظة سمعت بلا ما تعذب راسك يا ياسين، الرسالة ها هي معايا. بقيت كنشوف فيه ومصدوم، كيفاش الراجل اللي عشت معاها هاد السنوات كلها وكنت دائما كنعتبره بابا يطلع في الأخير جدي، كيفاش غادي نتقبل هادشي؟ مستحيل. دماغي كان مرفوع، بزاف ديال الحوايج اللي عرفتهم فوق تقصير وكانوا صادمين. قال لي تعالى ولدي، بغيت نعاود لك داكشي كامل اللي كانت باغاني ماماك نعاودو لك. تم غادي جدي ويجلس، جبت صور من واحد الالبوم قديم حطهم فوق الطابلة وقال لي عائلة الوزاني قصر كبير كانوا جدود القدام ديالهم ناس كبار في التجارة الممنوعة،
هاد العائلة معروفة باللي عندهم فلوس بزاف، وكذلك معروفين بالقسوة ديالهم. وباش تعرف هادشي هذا خاصك تكون عشتي معاهم. وانا ولدي كنت خدام مشرف على الخدامة اللي تمايا. عائلة الوزاني كيبانوا من بعيد ناس دراوش، وهما اخبط خلق الله، عندهم مدافن خاصة ما كانوش كيدفنوا فيها غير الموتى ديالهم، كانوا حاطينها كينشقموا بها من عباد الله، كيدفنوا فيها الاعداء ديالهم وهما حيين، واي واحد وقف الطريق ديالهم. المأساة بدات يا ولدي نهار كان الحاج سالم الكبير ديال العائلة محتفل بولده محمود لي الله كان جا من فرنسا من بعد ما قرا تما الهندسة. العائلة كلها كانت مجموعة وكانوا في الاستقبال ديالو، وكانوا حتى المشاهير من المغرب كامل. كنت خدام أنايا، وكان الدور ديالي هو نبقى واقف على الخدامة باش الأمور تكون مزيانة، وكانت بنتي ياسمين حتى هي كتعاونني. من بعد تقريبا ساعة جا محمود، وكان احتفال كبير بزاف. بنتي مسكينة ياسمين ضربات معايا تمارا داك النهار، وكانت عيانة فوسط الصداع والروينة والموسيقى مجهدة، فكرات أنها تمشي ترتاح، وكانت محتاجة تمشي لشي بيت اللي يكون خاوي باش تاخد الدواء ديالها. ماماك مسكينة كان عندها مشكل في القلب وكان خاصها تشرب الدواء. المشكل هو الدواء ديالها كان كيرخيها بزاف، بحال شاربه شي مخدر، وكتبقى هكاك تقريبا شي نص ساعه. نورمالمون كانت كتاخد هاد الدواء قبل ما تنعس، ولكن نهار الحفل تشغلات بزاف وكاع ما شرباتو، داكشي علاش استغلات الفرصه وشرباتو ملي دخلات داك البيت. جلست مسكينه بنتي ياسمين من بعد ما شربات الدواء فوق واحد كرسي. من بعد 5 ديال الدقائق حسات بلي شي واحد هزها وحطها في الناموسيه. كانت ديك اللحظه ياسمين واعيه بداكشي اللي كيدور قدامها، ولكن ما قادراش تحل عينيها. في الاول كان كيصحاب لها غير حلم، ولكن في النهايه عرفات بلي هذا واقع، واقع اكثر من الكابوس. ماماك مسكينه قاومات بلا فايده، ما كانتش قادره تحرك نهائيا، وهذا اللي حطها فوق الناموسيه تكرفس عليها بكل وحشيه. فقدات ديك اللحظه ياسمين الوعي، وملي فاقت لقات راسها فوق الناموسيه وحالتها حاله. ناضت مسكينه وما عارفه والو، والدموع، وحاجه وحده اللي كانت كتفكر فيها هي انها تستر راسها. الحاله ديال ياسمين كانت خايبه بزاف في الوقت اللي كانت الموسيقى بالجهد في الحفل، وكل شي كان فرحان. كانت ياسمين مسكينة كتعاني بوحدة بصمت. كنت أنا مشغول ومعالم بوالو. خرجت ياسمين من القصر، شدات طاكسي وداها نيشة للدار. دخلات وبقات كتبكي وكتفكر كيفاش تقولها ليا. ياسمين كانت عارفة عائلة الوزاني وعلاش قادين وكيفاش كيتصرفوا. كانت خايفة تقولها ليا، وكانت خايفة من رد الفعل ديالي، وخافت عليا منهم. بقات الأفكار الخايبة كتجيها مع بالها، حتى قررت أنها تدير حد لحياتها. قررت أنها تنتحر، ترتاح وتريحني معاها زعمة. خرجت من بيتها ومشت نيشة للكوزينة، هزات موس وحاولات تقطع الشرايين ديال يديها. ياسمين كانت كتبغي الحياة وعندها بزاف ديال الأحلام في بالها، كان صعيب عليها أنها تنفذ هذا القرار. هذا بقات كتبكي مسكينة ولاحت الموس وبقات كتغوت. في ذاك الوقت كان سال الحفل، وكنت أنا شاد الطريق للدار. وصلت قدام الباب ودخلت، وكنت جاي عيان من تماري لدوس في القصر. دخلت لبيتها ولقيتها ناعسة،
داز ديك الليله في الصباح مشيت نفيقها باش تمشي معايا للقصر، وقالت لي لا بابا عيانه بابا غير سير. دازت تقريبا سيمانه وديما ياسمين كتقول لي عيانه بابا. اليوم السابع بقيت كنحكر عليها حتى مشات معايا. دخلت ياسمين للقصر واستغربات حيت كل شيء تصرف معاها نورمال، وتا واحد ما بان عليه التوتر. ياسمين كانت عارفه باللي البيت اللي دخلت ليه اخر مره ملي وقع داكشي كان هو البيت ديال محمود، داكشي علاش كانت شاكه فيه هو بوحدو. وملي وقفت حداها شافت محمود قام تسوق ليها كاع وتعامل معها عادي بحالها بحال باقي الخدم. دازوا ليام وما عرفاتش ياسمين شكون دار فيها هذيك الحاله. ياسمين اللي تبدلت عليا بزاف وما بقاتش كيف ما كانت، ديك البنت الضحوكيه واللي كانت غير كتضحك ما بقاش كيف ما كانت نهائيا. وفي كل مره كنت كنسولها كانت كتقول لي عادي يا بابا. كنت كنقول مع راسي يمكن مع المرض ديالها، ولكن داكشي كان غادي وكيتزاد. وفي كل مره كنت كنسولها دائما كانت كتنكر. حتى واحد النهار كنا خدامين في القصر، حتى جاو الخدامه كيجريو عندي وقالوا لي الحاج راه بنتك ياسمين طاحت وغيبات، تخلات ديك اللحظه حيت عارف طبيعه المرض ديالها. خرجتها من القصر وديتها للطبيب اللي متابع الحاله ديالها. بقيت واقف برا وكنتسنى. من بعد ربع ساعه خرج الطبيب وكان واضح باللي معصب بزاف. قال لي واش شريف انا ما موثقش باللي بنتك ما خاصهاش تزوج وباللي راه ممنوع عليها تحمل. قلت لي كيفاش؟ اش كتقول يا دكتور؟ قال لي بنتك راها حامله. تصدمت الصراحه حيت انا عارف الاخلاق ديال بنتي، عارف الاخلاق ديالها مزيان. بقيت كنشوف فيها وقلت ليها حشوم عليك يا بنتي، هي كنت ديما كنتقاتل على ودك، علاش وسختي لي السمعه ديالي؟ علاش؟ ما كنتش قادر نتحكم في راسي، بقيت كنصرفق فيها وكنضرب فيها وكنعاير، وهي كانت غير كتبكي. وكون قامت تدخل الدكتور كانت غادي نقشلها. ياسمين بقات غير ساكته وكتبكي وقام قدرت تجاوب. وهادشي كان كيزيد ياكد ليا باللي داكشي اللي وقع كانت عارفاه هي. رجعنا للدار وبقيت غير جالس في الارض وكنبكي. دخلت علي ديك اللحظه ياسمين وكانت هازه بين يديها مصحف. جلست حدايا وقالت لي اقسم بالله بابا حتى غادي نقول لك الحقيقه. بدات كتعاود لي داكشي كامل اللي وقع. من كلامها عرفتها باللي صادقه وما كتكذبش حيت كنت عارف الاخلاق ديال بنتي. قلت لي علاش ما عاودتيش لي نهار وقعت الواقعه؟ قالت لي خفت عليك يا بابا، وانت سبق لك قلتي لي باللي عائله الوزاني عندهم مدافن، خفت لي يدفنوك فيها ويحرموني منك وانت اللي عندي يا بابا. قلت لها شكون اللي دار فيك هاد الحاله؟ شكون دار فيك هاد الشيء؟ قالت لي ما عرفتش يا بابا. قلت لها قلتي لي باللي كنتي في البيت ديال محمود؟ قالت لي اها بابا. قلت لها اذا هو مول الفعله، هو اللي دار فيك هاد الشيء. قلت لي ما عرفتش يا بابا، ماشي بالضروره يكون هو، في الحفل كانوا بزاف ديال الناس. قلت لها مادام بيتو اذا هو، شكون غادي زعما يدخل البيت غير بيتو؟ عائله الوزاني وانا عارفهم كاملين. انا غادي نمشي دابا وغادي نعرف منه هو نيت، والحاس سالم هو اللي غادي يجيب لي حقي، يخلي ولده يصلح الغلط ديالو ويصيفطوك لبرا تنزل لي داكشي اللي في كرشك قبل ما تموتي بسبابه. خرجت من الدار ومشيت نيشان للقصر. دخلت نيشان عند البيرو ديال الحاس سالم.
غير وصلت قال لي يا السي علال مرحبا كيف بقات بنتك؟ قالوا لي باللي غيبات مسكينة. قلت لي بنتي حاملة الحاج سالم. قال لي كيفاش؟ كيفاش حاملة؟ واش بنتك مزوجة وحنا ما عارفينش؟ قلت لي لا. قال لي يا شنو ياك ما غلطات مع شي واحد؟ قلت لي لا الحاج بنتي ما غلطاتش، بنتي غدروها الدياب. قال لي ما فهمتكش. قلت لي نهار الحفل بنتي كانت عيانة بزاف، دخلت البيت ديال محمود شربات دواء ورخاها، دخل شي واحد وتكرفس عليها. قال لي اش كتخربق؟ شكون اللي غادي يتكرفس عليها؟ قلت لي ولدك الحاج، ولدك محمود. الحاج سالم ديك اللحظة ناض من بلاصتو وتعصب عليا، قال يا ولدي تعلم في أشهر الجامعات في فرنسا، مهندس كبير قدو قداش، كتظن باللي غادي يشوف وحدة بحال بنتك؟ قلت لي اه بصح، الناس اللي بحالكم ما كيعتبروناش، كاع ما كيعتبرونا بنادم كاع، حنا غير حشرات. قال لي يا كيفاش كترفع صوتك قدامي؟ كي بالي راك حماقيت السي علال. قلت لي حماقيت حماقيت حيت بغيت الحق ديال بنتي. قال لي سير فحالك، شوف بنتك منين جايبه ديك الكرش. قلت لي بنتي شرف من بناتكم. تعصب ديك اللحظه الحاج سالم وحس بالاهانه، بدا كيغوت وجر عليا من القصر، تمت غادي والدموع على خدي. خرجت من القصر وانا عارف بلي نوت نحل على راسي، ولكن كنت مرفوع معصب وقلبي حاقد على داكشي اللي وقع لبنتي. تميت غادي، غرفت الباب ديال القصر شوية، وقفات عليا طوموبيل، نزلوا منها ثلاثة وخطفوني وداوني نيشة المدافن ديالهم، حلوا واحد المدفن ولاحوني فيه. كان الظلام وحسيت بالخوف، بقيت كنغوت والو. دازت تقريبا ثلاثة ديال السوايع، ياسمين حسات باللي شي حاجة واقعة، مشات للقصر وسولات، وقال ليها واحد من الخدامة باللي شاف رجال ديال الحاج سالم مطلعين باباك فوق الطوموبيل. مشات نيشان ديك اللحظة عند الحاج سالم، طاحت حدا رجلي وباست لي رجليه وترجاتو باش ما يأدينيش، بقات كتبكي وكتزاوك، نوضت الروينة في القصر. الحاج سالم نكر باللي شافني اصلا، ملي طلعت ليه الدم عطى الاوامر ديال الحراس وخرجوها من القصر وهي كتبكي. هادشي كامل شافته الحاجة مرات سالم قدام عينيها، وحيت عارفه راجلها شنو كيسوا طلباته وترجاته ديك الليله باش يخرجوني من المدفن، واكثر من هادشي قالت ليه باللي انا نتحمل المسؤوليه، وكان وعدك باللي ما عمرهم مازال غادي يجيو لهنايا. الحاجه كانت عزيز عليها بزاف، وكانت عارفاني طوال هاد السنوات كنخدم بنيتي، وفعلا الوقت اللي كانت بنتي ياسمين في الدار كتبكي كنت انا كنصارع بين الحياه والموت، وبديت كنفقد في الامل، الاكسجين قلال بزاف، وقلت صافي الموت هادي. ديك اللحظه بديت كنسمع الخطوات الفوق، حلوا عليا المدفن وخرجوني، ركبوني في واحد الطوموبيل وداوني حتى للحي فين ساكنين ولاحوني. تميت غادي وكنعرج وحالتي حالة، دخلت للدار وجات بنتي ياسمين كتبكي. قلت لها عافاك سمحي لي، ما قدرتش ناخذ ديك الحق ديالك بنتي، حنا ناس دراوش، بالنسبة ليهم حنا صغر من الحشرات، يعفطوا علينا برجليهم ويدوسوا وما على بالهمش. بقيت كنبكي وياسمين كتقول لي اسمح لي يا بابا، هادشي كامل وقع عليك بسبابي. دخلت غسلت
من بعد ساعة سمعنا صوت دقان. ملي حليت لقيتها مرات الحاج سالم، دخلات وكانت هزة بين يديها جوا فيه الفلوس. عطاته لياسمين وقالت ليها سيروا بعدو من هنايا. قالت ليها ياسمين واش هاد الفلوس باش تستروا على داكشي اللي وقع، داكشي اللي دار ولدكم، ولا على بابا اللي كنتو غادي تدفنوه حي؟ قالت ليها سمعي، انا عارف الحاج سالم وعائلة الوزاني كيفاش كيفكروا. الا كنتي باغا المصلحه ديال باباك وخايفه عليها سيروا حيدوا من هنايا. دازت تقريبا يومين وسافرت انا وياسمين الجديده، بعدنا على تريكة الوزاني. دازت تقريبا سيمانه وبديت كنحس باللي وليت مزيان. مشيت انا وياسمين عند طبيب باش يحيد لي هذاك الشيء اللي في كرشه، ولكن الطبيب رفض الفكره. قال لها بلي في الحاله ديالك ما غاديش تستحمل الاجهاض، وقال لها من الاحسن تحتفظي بالجنين، وبلي راه كاينه نسبه انك تعيشي الا ولدتي في الوقت. دازوا ايام وقرب الوقت اللي غادي تولد فيه ياسمين. كانت خايفه بزاف وكان عندها احساس بلي غادي تموت. جا الوقت ودخلت معاها وقالت لي وعمرني غادي ننسى هادشي اللي قالته ولدي. قالت لي انا حاسه بلي غادي نموت بابا، خلي بالك من ولدي، انا عرفت من الطبيب بلي هو ولد، تهلا فيه وما تربيهش كيف ما ربيتيني، ربيه ياخذ حقه بيده. قلت لها ما تقوليش هادشي يا بنتي. قالت لي انا تظلمت بابا وحتى انت تظلمتي، بغيت نعطيك امانه وتوعدني انك تعطيها لولدي ملي يكبر ويبدا يفهم. خديت من عندها جوا ودخلت ماماك تولد، وبقيت انا برا كنسناها. دازت تقريبا ساعه الا ربع، من بعد خرج الطبيب ونط عنده. قلت لي امضرا دكتور. قال لي ما عندي ما نخبي عليك الحاج، بنتك الله يرحمها قدر الله ما شاء فعل، ولكن البيبي ديالها راه مزيان. سمعت هكا ودارت بي الدنيا، ما خليت ما درت في السبيطار، غوات بكا، ما كنش قادر نستحمل بنتي ياسمين تمشي، وهي اللي كانت تمرة الحب بيني وبين امها. حسيت بالوحدة وباللي بنتي تعذبات وما قدرتش نجيب ليها الحق ديالها. بقيت كنغوت وجاتني هيستيريا، فقدت من خلالها الوعي، وقام بقيت عاقل على راسي. ملي فقت لقيت الممرضة حدايا، بديت كنبكي وهي كتواسيني، وقالت لي صبر الحاج وما تنساش بلي بنتك خلات لك وليد خاصك تقوم به. بقيت تقريبا ساعة عاد تكالميت. ملي مشيت نشوفك ولدي حسيت بالكره في الاول، ولكن غير قربت حداك تفكرت بنتي وشفت الشبال الكبير ديالها في وجهك. بديت كنبكي وهزيتك بين حضني، ديتك للدار، ومن داك الوقت كنت انا ماماك باباك جدك العائله ديالك. رجعت للدار اللي كنا ساكنين فيها في كازا، كل يوم وانت كتكبر وانا كنتفكر الوصيه ديال ماماك، بغيتك من كل قلبي وما كنتش باغي نعطيك ديك الرساله. بغيتك تعيش مرتاح بحال الناس وما تعمرش قلبك بالحقد، ولكن اللي وقع وقع، قدر الله ما شاء فعل. ماما كانت باغاك تعرف، وهانت عرفتي، وانا راها غادي نبقى دائما باباك جدك العائله ديالك، وما عمرك تنسى بلي كنبغيك بزاف. هادشي اللي عاود لي جدي خلاني مصدوم، هو كيعاود وانا مسافر بدماغي في الاحداث، وكانني كنت مع الوالده في دوك المواقف كلها اللي داس منهم، كنت حاس بها وكنت عذب بحالها بلا ما نشعر نط ديك اللحظه. وعنقت جدي والدموع ما بغاوش يتحبسوا،
لدرجة بقيت كنغوت وجدي كان معنقني بقوة. كانوا مشاعر قاسية بزاف وكنت كنحس باللي قلبي كيبكي من الداخل. كان نهار صعيب عليا بزاف، هادشي اللي عرفته كان صادم بالنسبة لي. دازت ديك الليلة وفي الصباح أول قرار خديته هو قلت لجدي غادي تمشي معي المدرسة وكاع دوك المشاكل اللي عندي غادي نلقاو ليهم حلول، واخا نعرف نسيني الالتزام. مشيت أنا والوالد المدرسة وسينيت الالتزام. من داك النهار وليت واحد آخر، بحال حطيت ياسين وجبت شي واحد آخر. دماغي كان عامر بحاجة وحدة هي الانتقام. من بعد تقريبا 15 يوم واحد الصباح خديت طاكسي وداني نيشا القصر ديال عائلة الوزاني. وقفت قدام الباب ديالو الكبير وداكشي كامل اللي سمعت بقى يدوس قدام عينيا. قطعت ديك اللحظة وعد مع نفسي باللي غادي نخلي حياتهم جحيم، وباللي نهار غادي ندخل من هاد الباب هذا غادي توقع الكارثة. جمعت عليهم بزاف ديال المعلومات وعرفت باللي عندهم شركة بناء كبيرة بزاف وهي اللي شادة السوق في المغرب، وعرفت باللي عندهم الحراس كتار وباللي السمعة ديالهم سابقاهم. كنت باقي صغير وكيف ما كانوا كيقولوا لي دائما الأساتذة كنت ذكي بزاف، وهالذكاء هذا خدمته. مادام عائلة الوزاني عندهم شركة بناء كبيرة ضروري خصني نكون مهندس معماري. درت خطة انتقام في المستقبل، حيت فكرة انتقام دابا فما غادي تجيب والو، ما غادي تجيب حتى شي فائدة. وانا ما كنتش داير في بالي نهائيا نمشي للحبس. المدرسة اللي كانت مهددة باش نتطرد منها، المدرسة اللي كنت ما كندخلش ليها نهائيا، وليت انا الاول كندخل القسم. الاساتذة كلهم اللي سبق ليهم عرفوني صدموا فيها. في العام الاول جيت انا الاول في المؤسسة كاملة، كلامي ولا قليل بزاف وما بقيتش مصاحب مع حتى واحد. كنت معمر قلبي بحاجة وحدة هي الانتقام. كنت كل سيمانة كنمشي نزور الوالدة وكنزيد نأكد ليها باللي كاملين غادي يدفعوا الثمن غالي. دازوا السنوات وفي كل عام كنت كنجح، كملت الدراسة ديالي وتخرجت من كلية الهندسة. قلت لجدي بلي غادي نمشي لمراكش نستقر تمايا، قال لي نمشي معاك. قلت لي لا غادي نمشي بوحدي، وكان وعدك ملي غادي نسالي غادي نجي هنايا. مشيت لمراكش وانا غادي نقول لكم علاش. العائله ديال الوزاني الثروه ديالهم تزادت، وفي هاد السنوات داروا بزاف ديال المشاريع. الحاج سالم الكبير ديال العائله كبر بزاف فلاش، وخلى ولده محمود هو المسؤول الاول والاخير على الامور ديال العائله. محمود كان عنده خو سميتو نصيف، ولكن كان محمود هو المفضل عند الحاج سالم حيت كان كيشبه ليه في التصرفات ديالو. داكشي علاش عطاه المسؤوليه الكامله، واخا كان نصيف هو اللي كبر من محمود. محمود كانت عنده بنت وولد، الاول نبيل واللي ما كانش كيشبه ليه نهائيا، دري تزاد لقى العاقه عزيز عليه غير الدوران والبنات وما كيحملش شي حاجه سميتها الخدمه. والبنت الثانيه هي ليلى، من دوك البنات اللي ما كيتقاداوش العياقه وتبعصيص، وكتشوف بلي العائله ديالها كيستاهلو شي حاجه حسانه من المغرب. اما نصيف حتى هو كانوا عنده جوج ديال الوليدات، ولد وبنت، سلمى واحمد. سلمى كانت بنت داخله سوق راسها وعايشه وحاضر الراس بحال باها. اما احمد كان مبليب الكوكايين وما كانش كيصحى، ولكن كان عنده دماغ
خفيف بزاف، داكشي علاش كان واخد دور كبير في الشركة. جمعت عليهم المعلومات كاملين اللي بغيت، الجامعة تخرجت منها بنقطة ممتاز، وهادشي كامل باش ندفع للشركة ديال الوزاني ويقبلوني معاهم. وجدت كلشي وصفت لهم ايميل في السي في ديالي والمعلومات ديالي كاملين، وبقيت عايش على امل انهم يتصلوا بيا. دازت تقريبا سيمانة حتى بديت كنفقد في الامل، وكنفكر في خطة اخرى اللي نتقرب بها من عائلة الوزاني. ولكن واحد الليلة اتصلوا بيا، مشيت دوزت لونتروتيان، وحيت كنت مجد لهادشي كامل كنت ناضي، وعطاوني الموافقة تمتم وبديت الخدمة معاهم. نهار حطيت رجلي أول مرة معاهم في الشركة حسيت إحساس زوين بزاف، إحساس مختلف. دوزت تقريبا 3 شهور وما كنتش لاقي طريقة كيفاش نتقرب من المدير اللي هو محمود الوزاني. داكشي علاش فكرت في خطة تانية، وهي نتقرب منه شي واحد من العائلة ديالهم. والاختيار طاح على سلمى بنت ناصيف خو محمود، درية درويشة وسهل عليا نتعرف عليها دغيا. بديت كنراقبها وكنراقب التحركات ديالها. واحد الليلة كانت سلمى هي وصحاباتها غاديين لواحد البواط دونوي في مراكش، بقيت مراقبة حتى وصلت ليه بلاصة الطوموبيل وتم الداخلة بلاصة يدير لها حتى انا الطوموبيل ولحقت عليها. دخلت وبقيت جالس وشاد واحد الكوان ومراقبة من بعيد، وكنتسنى الفرصة المناسبة اللي غادي ندوي معاها فيها. من بعد نص ساعة تفاجأت باللي ليلى حتى هي جات ومع صحاباتها نيت. كنت عارف باللي ليلى وسلمى ما كيتحاملوش وكيغيروا من بعضياتهم، ولكن داكشي اللي دارت ليلى صدمني الصراحه، حيت با كانت السمعه ديالو سابقه. طلبات ليلى من الجيرون ديال البواط دنوي يختار ليها بلاصه اللي مزيانه، قال لها شوفي اللي عجبك، وهي قالت ليها بغيت البلاصه اللي فيها هذيك البنت، وكانت كتقصد سلمى وصحاباتها. مشى الجيرو عند سلمى وقال لها عافاك ممكن تنوضي من هنايا. بقات كتناقش مع سلمى ونوضها بالزز، قامت ساطات ليها قدام صحاباتها صرفقات وخرجات كاعية بوحدها. من بعد ما عرفات بلي ليلى اللي هي من ورا هادشي كامل، خرجات سلمى وتبعتها، هزات الطوموبيل ديالها ومشات. تما تغادى بسرعة كبيرة بزاف، هزيت الطوموبيل وتبعتها وبقيت مراقبة من بعيد. بقيت غادة حتى وصلت لواحد بلاصة خاوية، بلاصة الطوموبيل ونزلات وجلست فوق الطوموبيل، وكان واضح باللي معصبة بزاف، وهادشي خلاها تنسى باللي هاد الكون اللي هي فيه دابا خايب بزاف وممكن اي واحد يتلقى عليها. وداكشي اللي قلت هو اللي وقع. واحد خونا كان دايز بالطوموبيل ديالو، بانت ليها سلمى واقفة بلاصة الطوموبيل ديالو تم غادي قاصدها، تم غادي وكيتلاوح واضح باللي سكران، وكيسحب لي باللي هادي وحدة من بنات الليل. قرب من حداها وبدا كيتحرش بها، قالت لي سير فحالك، واش ما عرفتيش شكون انايا؟ واش ما عرفتيش بنت من انايا؟ راه نقولها لبابا والله تيغبروك. خونا في الله حمر فيها، شدها من شعرها ولاحها الأرض وبدا كيحاول يتكرفس عليها. كنت أنا جالس في الطوموبيل من بعيد ومراقب هادشي كامل، وعرفت باللي هادي أحسن فرصة باش نتعرف على سلمى. نزلت ديك اللحظة ومشيت كنجري، وقفت حدا خونا في الله، ما هز راسو فيا، ضربتو برجلي لوجه نيشان، قربت من حدا وضربته بكروشي، ما عاودش معايا الهضرة. عاونت ديك اللحظة سلمى باش تنوض من الأرض، وكانت معصبة وخايفة،
وهادشي اللي وقع ليها ما خلاهاش تفكر شنو كدير. مشات للمارة حلاتها واش بدات ساروس اللي كيحلو به الرويد. مشات عند خونا في الله وبقات كتضرب فيه اللي كان اصلا فاقد الوعي. بقات كتضرب فيه بكل وحشية وبكل قوة حتى رداته كله دمايات. شديت هذيك اللحظة وقلت ليها صافي صافي راه السيد مات، سيري سيري قبل ما يجي شي واحد. بقات كتشوف فيه ومصدومة من اللي عرفات باللي خونا في الله مات. قلت لها سيري حيدي من هنايا غادي نلحق عليك. مشات سلمى بالطوموبيل وقبل ما نتحرك هزيت الساروت اللي ضرباتو به درتو في المالا وديماري الطوموبيل وتميت غادي. بقيت غادي ورا الطوموبيل ديال سلمى ملي بعدات على البلاصة فين ضربات خونا في الله. بلاصات قدام واحد ستاسيون بلاصيت حداها لقيتها جالسة وشادة في راسها وكانت مخلوعة. جلست حداها وقلت لها شوية، قالت لي لا انا قتلت واحد ما بغيتش نمشي للحبس، ولكن انت شفتي ياك هو اللي تهجم عليا، انا بغيت غير ندافع على راسي. قلت لها ما تخافي من والو. قالت لي ما شافنا حتى واحد ياك؟ قلت لها كوني هانية ما شافنا حتى واحد، وحتى الا شافنا شي واحد انت كنتي غير كدافع على راسك. قالت لي لا ماشي هكاك، انا العائلة ديالي مشهورة بزاف وهذا الشيء اللي وقع الا تعرف العائلة ديالي ما غاديش يرحموني. حتى واحد ما كيعرف العائلة ديال الوزاني علاش قادين غير اللي عايش معاهم. الكلام ديالها كان كيزيد يأزمني من الداخل حيت انا عارف سلمى علاش كدوي. قلت لها المهم ما تخافي من والو، حتى واحد ما شافنا. ابتسمت ديك اللحظة وقالت لي شنو سميتك؟ قلت لها سميتي ياسين. قالت لي شنو كنتي كدير في ديك البلاصة؟ قلت لها كنت راجع في الطريق من بعد ما قضيت واحد الغارات، وملي شفت شنو وقع وقفت باش نجي نعاونك وندافع عليك. بقيت كندوي انا وياها شويه قفزات وقالت لي ياسين مصيبه نسيت الساروت باش ضربته، اكيد غادي يكونوا فيه البصمات ديالي. قلت لها كوني هانيه حيدته من تمايا. بقات كتشوف في ديك اللحظه سلمى وقالت لي شكرا بزاف، عمرني غادي ننسى هادشي اللي درتي معايا. قلت لها لا ما وقع والو، يلا تهلاي. تميت نازل من الطوموبيل، يلا غادي نوقف قدام الطوموبيل ديالي. لقيت سلمى واقفه حدايا، قالت لي كيفاش نقدر نشوفك عاوتاني؟ بقيت عاطيها بالدار وكنبتسم. قلت لها واخا اعطيني النمرة ديالك. عطاتني النمرة ديالها وصونيت عليها واتفقت انا وياها نبقاو على اتصال، وطلبت منها ما تمشيش عاوتاني لديك البلاصة فين وقع المشكل. تحركت سلمى وتحركت انا في الطوموبيل. من بعد وصلت سلمى للقصر ومشات نيشا للبيت ديالها، وتا واحد ما عرف شنو وقع معاها. من بعد تقريبا يومين خديت كونجي، وحيت جيت معطل بزاف بالليل صبحت ناعس ما فيقني غير الصوت ديال التليفون كيصوني. ملي جاوبت لقيتها سلمى، قالت لي اسمح لي بزاف غادي نكون برصدتك، غير بغيت نقول لك واحد الحاجه. قلت لها وي؟ قالت لي راني قلبت في الجرائد والمجلات ومواقع الحوادث، ولكن حتى واحد فيهم مكتب على الجريمه اللي وقعت. قلت لها وشنو المشكل؟ يقدروا يكونوا مازال ما عرفوا الجثه، ويمكن عرفوا وكيديروا التحقيق ديالهم، طبيعة الحال هادشي كياخذ شويه ديال الوقت. واصلا كوني هانيه غير غادي يدوز شويه ديال الوقت وغادي يسدوا المحضر. المهم تخوي راسك من هادشي. قالت لي يا ربي ماكرهتش والله يسدوا المحضر. قول لي ياسين شنو هي الخدمة ديالك؟ قلت لها انا مهندس معماري. قالت لي مزيان
واش عندك شي شركة ولا؟ قلت له لا، انا خدام في شركة بناء كبيرة بزاف، سميتها الوزاني للتعمير. تصدمت ديك اللحظة سلمى وقالت لي ميمكنش، واش انت خدام في الشركة ديالنا؟ تتراسي مصدوم. قلت لها ويلي، واش انت من العائلة ديال الوزاني؟ قالت لي اه، راه قلت هذيك البارح. قلت لي اه والله ما رديت البال مع داكشي اللي وقع، الصراحه ما كنتش مركز. قالت لي على هذا الحساب هذا غادي تلاقاو بزاف ديال المرات. قلت لها شرف لي الاله سلمى. دازت تقريبا 15 يوم كنت ديما كندوي انا وسلمى، والصداقه ديالنا زادت تطورات، وحيت كانت كتعاود لي بزاف ديال الاسرار ديال العائله، خديت من عندها بزاف ديال المعلومات لدرجة وليت عارف كل واحد وكيفاش كيفكر. واحد نهار اتصلت بي سلمى، قالت لي بلي العيد ميلاد ديالي غادي يكون نهار السبت، وراه بغيتك تكون حاضر. بطبيعة الحال كان لابد نبين ليها بلي انا دافع كبير، واخا انا كنت كنتسنى هاد الفرصة من شحال هادي. بقات كتلح عليا سلمى، قلت لها واخا ان شاء الله. داز الوقت وجا النهار ديال الاحتفال اللي غادي يكون في القصر ديالهم في كازا. وصلت لكازا وكنت مفركس مزيان، بقيت كنستنى حتى وصل الوقت، ومشيت نيشان حتى للقصر، وقفت الطوموبيل ونزلت، وبقيت كنشوف قدام باب ديال القصر، وتذكرت اخر مره كنت وقفت هنايا، كنت باقي صغير، وقطعت وعد مع نفسي باللي غادي ننتقم. تمت غادي ديك اللحظة، والحراس كانوا واقفين بزاف. وصلت قدام الباب ديال الدخلة وقالوا لي مرحبا سيدي، عطينا لانفيتاسيون ديالك. قلت لهم انا ضيف ديال سلمى، سلمى الوزاني. رغم ذلك خوتنا في الله ما عطاونيش وقت، حاولت ديك اللحظة نتصل بسلمى ولكن ما كانش كتجاوب. طلع لي الدم حيت فرصة من ذهب غادي تضيع مني. خرجت ديك اللحظة في حالي، ركبت في الطوموبيل وانا معصب، يلا غادي نتحرك. وصونا التليفون ديالي، جاوب ديك اللحظة وكانت سلمى. قالت لي اسمح لي بزاف، راني ما سمعتوش مع الصوت ديال الموسيقى المجهد هنايا، صافي غير رجعوا انا غادي ندوي معاهم، وانت قول لهم غير سميتك. نزلت ديك اللحظة وتميت غادي عاوتاني، عطيتهم سميتي وخلاوني ندخل. غير وصلت لداخل حسيت بقلبي كيضرب بالجهد، سنوات طويلة وانا كنتسنى هاد الفرصة هادي، كنتسنى هاد اللحظة. نزلت ديك اللحظة من عيني دمعة على المعاناة اللي كان داس منهم الوالدة، وكيفاش خرجت الوالدة وجدي من هنايا مدلولين. مبقيت كنشوف داك القصر، هزيت ديك اللحظة عينيا ولقيت ليلى واقفة، كانت لابسة لبسة زوينة بزاف، زادت من الجمال ديالها. أول مرة في حياتي غادي تخدمني شي بنت. كان كيصحاب لي باللي قلبي قصاح بالانتقام، واتضح لي العكس. والمشكلة حتى هي النظرات ديالها كانوا مختلفين، أنا عارفها باللي هي بنت محمود وباللي احتمال كبير تكون أختي، داكشي علاش ما اختاريتهاش من الاول باش تكون وسيله باش ندخل لهاد القصر. بقيت كنشوف فيها وقلبي كان كيكذب كلشي، ورافض فكره انها ممكن تكون اختي. هدات راسي وتميت غادي. ملي وصلت لداخل في القصر حسيت بواحد الكره خايب بزاف. جات ديك اللحظه سلمى وعنقاتني وقالت لي مرحبا بك، شدتني من يدي وقالت لي يلا نعرفك على بابا. قلت لها واخا، بقيت غادي انا وياها وعيني كانت غير على ليلى. وصلنا قدام واحد جوج رجال، الاول كان ناصف بات سلمى، والثاني كان محمود بات ليلى. سلمى قالت لباها نقدم لك بابا المهندس ياسين صديق ديالي. اكي شوف يباها وقال لي مرحبا ولدي،
شاف ديك اللحظة بنته وقال ليها ولكن هذه أول مرة غادي نشوفه معك. قالت لي أها بابا، أصلا يلا تعرفنا على بعضياتنا. نقص ديك اللحظة محمود وقال ليها إيوا لالا سلمى، ما جاتكش غريبة أنك تدخلي القصر واحد يلا تعرفتي عليه؟ واش ما لاحظتيش باللي زربتي شوية؟ بقات ساكتة سلمى وما عرفاتش ما تقول. بقيت كنشوف فيه وانا قلبي عامر حقت. قلت لي يمكن سلمى تكون تعطلات بزاف في هاد الدعوة هادي، كون عرفتني عليك قبال شوية كنت نقدر نعتقك من المصيبة اللي غادي توقع عليك، ونقدر نقولو باللي خلاص وقعات ليك. ملي سمعوها هكا تصدموا كاملين وما فهموا والو. قرب من حدايا محمود وقال لي اش كتخربق، شنو كتقصد؟ قلت لي كندوي ليك على المشروع ديالك اللي بديتي في مراكش، المدينة الجديدة، اكثر من نص ديال المباني قريب غادي يريبو. تعصب ديك اللحظة محمود وقال لي اش كتخربق، منين جبتي هادشي؟ قلت لي نسيت ما قلتش ليك بلي انا مهندس وراه خدام عندكم في الشركة. حاولت نتواصل مع مدير المشروع ولكن ما عطانيش وقت. قال لي وعلاش قلتي بلي المباني غادي تريب؟ قلت لي العمارات كاملين اللي طلعوا ما مطبقاش فيهم المواصفات، كاين نقص كبير في المواد اللي تبنوا بها من غير المواد اللي خدموا بها واللي هي اصلا بيريمي. محمود ديك اللحظه قام سرطات لي كاع حيت كانوا بزاف ديال الضيوف ديالو. قال لي انت كذاب، انا عارفكم مزيان، النوعيه اللي بحالكم كيبغاو يخسروا السمعه ديال عائله الوزاني. خرج في حالك واعتبر راسك مطرود من الشركه، يلا سير سير في حالك قبل ما يجيو لك الحراس ويخرجوك بالقوة. قلت لي واخا انا غادي في حالي، ولكن ما تنساش انك انت اللي غادي تقلب عليا من بعد ما غادي توقع المصيبة. تمت غادي غرفت الباب ديال القصر تبعاتني سلمى، قالت لي شنو داكشي اللي قلتي؟ قلت لها انا قلت غير الحقيقة، المهم ما تديريش ببالك. نسيت ما قلتش ليك، عيد ميلاد سعيد. داز داك النهار وبطبيعة الحال لا. في الصباح قام مشيت للشركة كاع، داز تقريبا شهر وانا غير مشومر وكنتسنى شنو غادي يوقع. واحد الصباح انتشر خبر بلي المشروع السكني اللي كانت خدامة فيه شركة وزاني النص ديالو طاح، بزاف ديال العمال اللي تجرحوا. وبطبيعة الحال خبار بحال هذا دار بوم، خصوصا تريكة الوزاني معروفة بزاف تبل بلاد ديال بصح. جاو الصحافة والبوليس وبداو التحقيق. هادشي اللي وقع خلى الأسهم ديال شركة الوزاني يهبطوا بزاف. محمود كان مصدوم بزاف ملي سمع هاد الخبار، وأول مرة في تاريخ العائلة جاو البوليس للقصر باش يشدوا رئيس مجلس الإدارة اللي هو محمود الوزاني. بطبيعة الحال لا، ملي شدوا تحركوا المحاميين كاملين ديال الشركة وقدروا أنهم يخرجوه بكفالة. من بعد الحوادث اللي وقعوا القضية تحولت لرأي عام، داكشي علاش تريكة الوزاني ما كانوش قادرين يديروا والو، والبوليس تعاملوا معاهم بحالهم بحال اي مواطن. خرج محمود ومشى للقصر، لقى العائله كلها مجموعه ومصدومين من هادشي كامل اللي وقع. قال لهم كيفاش هادشي، كيفاش هادشي وقع؟ ما يمكنش. وكيل النيابه قال في التقرير ديالو بلي مواد البناء اللي استعملاتها قديمه بيريمي وغير مطابقة للمواصفات. نقص ديك اللحظة أحمد ولد نصيف وقال لي كذوب، كذوب هادشي، هادشي كامل كذوب،
بين شي واحد بغي يوسخ لنا الصمعة ديالنا. نقزات ليلى وقالت أحمد عنده الحق، أكيد هادو أعداء النجاح. دوا نبيل وقال تا واحد ما يقدر يتجرأ، وزيدون ممكن يكونوا مواد بناء بيريمي فعلا، والناس اللي صيفطوها لينا يكونوا زعما غشونا. نقزات سلمى وقالت عندك الحق نبيل، وهاد الهضرة هادي راه كان قالها ياسين لعمي محمود، ولكن ما صدقوش. قرب ديك اللحظة من حداها محمود وقال ليها انا بغيت هذا اللي سميتو ياسين، عيطي ليه قولي ليه يجي عندي. قالت لي سلمى واخا، حاولت ديك اللحظة تتصل بيا، ملي جاوبتها قالت لي عمي بغي يشوفك ضروري، واش ممكن تجي عندو؟ قلت لها سمحي لي يا سلمى، ولكن عمك الا بغاني هو اللي يجي عندي. قطعت عليها التليفون ديك اللحظة. انا كنت كنتسنى وكنخطط لهذا الشيء سنوات طويلة، ولكن ما جاتش. من تعيط الاولى النوت كنقص، كان لابد ندفع كبير شوية. عاود اتصلت بيا سلمى وقلت لها قولي ليه هلا. ملي قالت لهم سلمى كلشي تصدم، كيفاش واحد بحالي غادي يرفض الطلب ديال عمهم محمود الكبير ديال العائلة، واللي حتى واحد ما كيرفض ليه طلب؟ نقزات ليلى ديك اللحظة وقالت لهم شكون كيسحاب لي راسو هذا؟ الا ما جاش بالخاطر يجي بز منو. قال لهم محمود انا محتاج ليه، وخاص نمشي عنده باش نعرف منو شنو وقع بالضبط، وكيفاش كان عارف هادشي اللي غادي يوقع. اللحظة اللي تم غادي تسمع صوت جاي من الفوق، قال لي لا سي محمود غلط، ما يمكنش كبير العائلة يطيح من القيمة ديالو ويمشي عند واحد ما كيسوى والو، ما يمكنش، ما يمكنش الكبير العائلة يتنازل لأي واحد كيف ما كان. إلا ما بغاش يجيب الخاطر صيفط الرجال ديالك يجيبوه صحة. كل شي دار ديك اللحظة بقاو كيشوفو الفوق، وكان راجل جالس في كرسي متحرك، كان هذا هو الحاس سالم اللي كان في البيت ديالو وكيشوف الاجتماع من الكاميرات الفوق، وسمع داك الشي كامل اللي وقع. الحاس سالم خلى المسؤولية كلها لولدو محمود، حيت كان هو الأقرب ليه وهو الوحيد اللي ورث منه شخصيته، وكثر من هادشي كان كيبغي ولدو محمود كثر من ولدو ناصيف. قال لي واخا الوالد. محمود جمع ديك اللحظة الرجال ديالو وكان ناوي يصيفطهم ليا. داك الوقت انا اتصلت بسلمى اللي كانت مازال واقفة معاهم، قلت لها صافي قولي لعمك باللي غادي نجي عندو. دازت تقريبا ساعة وكل شي في القصر كانوا كيتسناوني. وصلت القصر في الباب الاول غير عرفوا سميتي الحراس وخلوني ندخل. غرفت الباب لقيت ليلى واقفة، قربت من حداها وقالت لي عندك الزهر جيتي، اما كانوا غادي يجيبوك بالقوة بلا شك السلمة ديالك غادي تكون دارت معاك مزيان ووصلت لك هادشي، داكشي علاش خفتي وجيتي كتجري. اصلا تلاقيتو بجوج، جيتو مع بعضياتكم، بقيت كنشوف فيها ما عرفتش علاش، ولكن ليلى جاتني بحال غارت من العلاقة ديالي مع سلمى، واخا اصلا ما بيني وبينها والو. كملت طريقي، دخلت لداخل ولقيت العائلة كلها مجموعة، كنت عارفهم كاملين واحد واحد الا شخص واحد ما كنت عارف عليه والو. لقيته جالس على كرسي متحرك، بطبيعة الحال كان هذا هو الحاس سالم، وحيت كان منعزل ما كيخرجش من البيت ديالو وما كيخرجش نهائيا للعالم الخارجي، لدرجة الناس كلهم كانوا كيظنوا باللي مات. الحاس سالم كان كيبان مكروه، واضح باللي هاد الشر كامل اللي كاين في هاد العائلة هو سببه،
جا عندي محمود وقال لي ارتاح، انا بغيتك تعاود لي كل شيء بالتفصيل. كيفاش عرفتي بلي المباني النص ديالها غادي يطيح؟ قلت لي كيف ما سبق لي قلت لك، انا رديت البال بلي معظم مواد البناء اللي كانت في المشروع سالات مدة الصلاحية ديالها، خصوصا الحديد والاسمنت، وانت عارف بلي هادو هما الاساس ديال كل شيء. حاولت ديك اللحظة نتواصل مع المهندس والمشرف على المشروع، ولكن ما كانش كيتسوق ليه. تعصب ديك اللحظة احمد ولد نصيف وقال لي واش انت مريض ولا مالك، اش كتخربق؟ قلت لي الاسمنت والحديد اللي خدموا بيهم في المشروع غير صالح للاستخدام، الاسمنت كيتفرتت ملي كيتزاد فوق منه الماء. حتى واحد ما كان مصدق كلامي، وانا اي حاجه كنت ضارب ليها حساب. جبت ديك اللحظه ميكا من جيبي، خويت السيمه اللي كانت فيها فوق الطابله، قلت لهم هذه هي السيمه اللي استعملوا. خديت ديك اللحظه الماء ودرته عليها وبقيت كنخلط. من بعد 5 ديال الدقائق نسبه الاسمنت قلالت بزاف. قرب محمود منه وبقى كيقيسها بيديه وتصدم، حيت السيمه بدات كتفرتت. قلت ليه السيمه هذه مخلطه بسيمه مزيانه، داكشي علاش المباني ما طاحوش تمتم وبقاو مده طويله. عاد وقع اللي وقع، بقى كيشوف فيا وقال لي كيفاش عرفتي هادشي؟ قلت ليه تقريبا شي 3 سنين هادي واحد الشركة أجنبية كان وقع لهم مشكل في الإسمنت ديالهم، الإنتاج ديالهم كامل كان تفاعل لهم مع الماء والإسمنت ولا كيتفرتت. بطبيعة الحال المصنع حط فلوس صحيحة وكان لابد أنهم ما يضيعوش فيها، وباعوا داك الإسمنت كله للدول الفقيرة. كنظن بلي هاد الإسمنت هذا من نفس النوع. انا حاولت نبهك ولكن انت ما تسوقتيش ليا. وقف ديك اللحظه محمود وبقى كيشوف العائله ديالو وقال لي هما شكون دار هادشي؟ قلت لي واضح بلي احمد هو اللي تسبب في هادشي، يمكن ما كانش عارف بلي الاسمنت كيتفرتت مع الماء. وبطبيعه الحال احمد غادي يكون كان قاصد انه يجيب اسمنت لرخيص. تعصب ديك اللحظه احمد، جبت السلاح ديالو وحطو ليا في راسي، قال لي شكون انت؟ شكون صيفطك الكذاب؟ بقيت في بلاصتي وما تحركتش. بدا كيتفرقع عليا ديك اللحظه محمود وقال لي شنو كدير احمد؟ هبط السلاح ديالك، واش حماقيتي ولا مالك؟ بدا كيبكي احمد وقال ليها راه كذاب، قال لي هبط سلاحك. هبط السلاح ديالو مشى عند عمو، قال لي مستحيل تثق بيه عمي راه غير كيكذب، قال لي واخا لنفرض انه كيكذب. النيابه قالوا باللي المواد اللي تستعملاتها منتهيه الصلاحيه، وانت المسؤول في توريد الاسمنت والحديد للمشروع ديالنا اللي كاين في مراكش. الا كنتي ماشي انت شكون غادي يكون؟ قال ليها عمي الا كان هادشي بصح راه حتى انا يمكن ضحكوا عليا، اكيد المورد اللي صيفط لي السلعه غادي يكون ضحك عليا. قرب من حدا محمود وقال ليه بحالك بحال باك، ما كتنفع لوالو، انت ما تنفعش تكون من عائلة الوزاني، جبت لينا غير الشوهة والدل. قال لي احمد اعطيني فرصة غادي نقاد كل شيء عمي، غير اعطيني شوية الوقت. قال لي صافي سالينا الهضرة. اعطى الاوامر ديك اللحظة محمود للحراس ديالو، دخلوا وخرجوه، وبقات كتبكي سلمى وكتسول شنو غادي يكون المصير ديال خوها. ناضت البلبالة في القصر، بقيت واقف وكنبتسم وكندوي مع راسي وكنقول
اليوم الوالدة قررت نبدأ الانتقام ديالي. كان وعدك باللي غادي نشتت لهم الشمل كاملين، كان وعدك. هادشي اللي وقع بدل بزاف ديال الحوايج. سلمى ولات كتكرهني بزاف حيت بسبابي وقع هادشي لخوها. محمود ولا كيشوف فيا بطريقة أخرى، وبديت كنبان ليه باللي أنا هو الشخص المناسب اللي ممكن يشد البلاصة ديال أحمد، خصوصا نبيل ولدو ما كانش كيسحى ديما الكاوم بلي بلا دروك، وكاع ما مسوق لهادشي كامل. واللي كيهمو هما البنات والزهور النشاط. في كل مرة كنت كنمشي للقصر كنلقى ديما ليلى قدامي. الصراحة سنوات طويلة وانا كنخطط، ولكن هادشي اللي كنحس بيه تجاهها ما كانش نهائيا داير لي حساب. فكرة انه ممكن ما يكونش محمود اللي اغتصب الوالدة مخلي عندي امل، امل صغير بزاف باللي ممكن تكون ليلى ماشي هي اختي. هذا الامل الصغير خلى حب كبير في قلبي تجاهها، وحيث كانت عقليتها بحالي تماما كانت كتعجبني بزاف. وبلا ما تحتاج تدوي لقيت نفسي في مشكل كبير بزاف ودايخ بالانتقام والحب. الحاس سالم الوحيد في العائله اللي ما كانش مرتاح ليا، وكان كيوصي محمود باش يدير مني اتونسيون. محمود كان عارف بلي ليلى كتعجبني، داكشي علاش طلب منها انها تقرب مني بزاف وتحاول تعرف مني معلومات وشنو كاين تحت راسي. فجأة ليلى ولات كتصرف معايا مزيان وكتقرب مني، وهادشي كامل ما كانش في الصالح ديالي نهائيا. اولا تقدر تكون اختي، ثانيا انا غادي انتقم لها من العائله ديالها، يعني في كلتا الحالتين حب مستحيل. دازت تقريبا شهرين كنت كندوز معظم الاوقات ديالي في الشركه ومع ليلى، كنخرجوا كنضحكوا كنلعبوا، واللي شافنا كان كيقول باللي هادو عشاق وكيبغيو بعضياتهم. كنت عارف بلي ليلى كتمثل وانا عشت معاها الدور ديالها، وكنت كنتخيلها فعلا كتبغيني. العلاقه اللي ولات بيني وبين ليلى ما تقبلاتها السلمة، اللي واخا كانت كتكرهني ما كانتش موافقه على هاد العلاقه هادي بحكم انها ما كتحملش ليلى، واعتبرات بحال ليلى خداتني ليها. سلمى ولات كل نهار كتوقف عليا قدام الشركه وكتحاول تقرب مني، ولات مراقبه التحركات ديالي فين ما مشيت كنلقاها. واحد الليله كنت جالس انا وجدي، وقال لي بلي هاد الصباح تلاقيت مع واحد البنت وبقات كتسولني عليك شي اسئله كثيره بزاف. ملي عطاني جدي الاوصاف ديالها عرفت بلي هي ليلى وبلي كتقلب. عرفت بلي هادشي اللي كدير ليلى ممكن يخربق ليا كلشي. واحد النهار خرجت عاوتاني من الشركه، وقيت عاوتاني سلمى واقفه ركبات معايا وتمينا غادين. ملي وصلنا لواحد الفروش قفزات ديك اللحظه سلمى وبدات كتغوت بطريقه هستيريه. قلت لها مالك؟ قالت لي شوف داك الدري اللي قتلته راه راكب في الطوموبيل باقي حي ميمكنش. قلت لها فين؟ قالت لي راه وحداك في الطوموبيل اللي حداك. ضرت ديك اللحظه وقلت لها ما كاين حتى واحد، شعل الضو كملت طريقي. قلت لها سلمى خوي دماغك راه غير كتهيئ ليك. سلمى الحاله ديالها صعابت بزاف وما بقاش كتخرج من القصر. حاولت واحد النهار نخرجها، بقيت معاها حتى وافقات. مشينا لواحد المطعم وبقينا كناكلو. من بعد تقريبا ثلث ساعه مشيت للطواليت. ملي كملت سمعت الغوات، مشيت كنجري ولقيت سلمى طايحه للارض ودارين بها الناس. قربت من حداها وقلت لها مالك؟ قالت لي بلي عاوتاني شفت داك الراجل. وصلت سلمى للقصر والحاله النفسيه ديالها زادت صعابت. داوها لطبيب نفساني وقال لهم بلي خاصها الراحه، والبنت راها متاثره بشي حاجه وقعت ليها
باها نصيف كان كيسحاب لي بلي متأثرة بسبب الغياب ديال خوها. دوزات تقريبا سيمانة في السبيطار، من بعد رجعوها للقصر. في هذا الوقت ما كنش كنتفارق انا وليلى، وما كنش كنظن بلي كنبغيها بزاف. حتى لواحد الليلة كنا كنتعشاو، ملي كملنا خرجات ليلى وبقيت انا كنخلص. ملي لحقت عليها لقيتها مناقشة مع شي واحد، وكثر من هادشي تجرأ انه يصرفقها بلا ما نشعر. خطفته في السماء، شنقت عليه وبقيت كندخل ليه ضربة ورا ضربة. نوت الروينة في داك المطعم، تفارت بزز، يدي كانت مجروحة، طرق كلها راجع انا وليلى، وكانت غير كتشوفني في المراية. قلت لها ممكن تقبل كل شيء، كل شيء يكون تمثيل، الا هاد النظرة ديالك إذا كانت تمثيل ما غاديش نصدقها نهائيا. قالت لي يا شكون نتايا؟ قلت لها قريب غادي تعرفي، المهم حاجة وحدة اللي بغيتك تكوني متأكدة منها، هو المشاعر ديالي اتجاهك كانت صادقة من البداية، ويكفي أنها تحدات المستحيل، ويكفي أنه ممكن يكون حب مستحيل. رغم ذلك اللي وقع وقع. قلت لي كيفاش؟ ما فهمتش. قلت لها قريب غادي تفهمي كل شيء. دازت تقريبا سيمانة، سلمى ما بقاش كتخرج من القصر وكانت خايفة. واحد نهار عرض عليا محمود العشاء، جيت للقصر وملي دخلت سمعت صوت ليلى مناقشة مع شي واحد. ما كملتش طريقي ومشيت نيشان تبعد داك الصوت، بغيت نشوف مالها. لقيتها واقفة في الجردة هي وخوها وكانوا مناقشين. قال لها اصلا انتي ما غادي يجي في حقك والو، انتي غير نكرة في هاد القصر، تا واحد ما كياخد رأيك وتا واحد ما مسوق ليك، انتي لها شيء. بقى كيشرح فيها نبيل بالكلام وكان كيتلاوح. كنت كنستنى ديك اللحظة ردت الفعل خيبة من ليلى، ولكن دارت يديها بزوج في وجهها وبقات كتبكي. ما شعرش براسي حتى تميت غادي عند ديك اللحظة. قربت من حداها وغير شافتني جات عنقاتني، ما قدرتش نقاوم وعنقتها بالجهد، وكثر من هادشي بسا ملي هزيت راسي لقيت محمود كيشوف وكيبتسم. ملي تميت غادي كانت حتى سلمى واقفة كتشوف. دازت ديك الليلة ورجعت في حالي للدار في نفس الليلة تقريبا مع الجوج ديال الليل. نبيل ولد محمود كان مبوق بزاف، ملي كان خارج من القصر داز على البيت ديال سلمى وسمعها كتبكي، دق عليها وحلات ليه. قال لها سلمى انا حاس بك ولكن عندي لك الحل. قالت لي شنو؟ قال لها يلا معايا وغادي نقول لك. ملي قربت من باب القصر سلمى خافت لعاود تاني تشوف الوجه ديال داك خونا في الله، وما بغاش تخرج. قال لها غير تبعيني، وانا كنوعدك باللي ما غاديش تبقاي تخافي وغادي تنساي كلشي. خرجات معاهم ومشاو بالطوموبيل قدام واحد الحافه اون فاس مع البحر. قال لها سلمى حنا ما عندنا قيمه في داك القصر، وبحال ما عايشينش، هكولي هادي، وكان وعدك باللي غادي تحسي مزيان. عطاها نبيل حبه وضرباتها، من بعد ضربو سال الحاله النفسيه ديالها تحسنات. قالت لي كنحس مزيان، ما بقيتش خايفه والمورال ديالي مزيان. قال لي نبيل صافي، من اليوم ما غاديش يبقى الخوف في دماغك. ديما راه ديك لحظه الطوموبيل كان مبوق في بلاصه ميدير المارشارير كسيره بالجهد، والطوموبيل زادت بهم القدام وطاحت من الفوق فوق الصخر نيشان. الموت ديال نبيل وسلمى صدم العائله كامله، ومن سوء الحظ ديالهم شي واحد
شافهم اللي كانوا مع بعضياتهم، وشاف الطوموبيل من اللي تلاحتها، وصور هادشي كامل فيديو. الفيديو تبارطاجه بزاف ودار بوم، خصوصا العائلة الوزاني معروفين، والصمعة ديالهم طاحت الأرض، حيت كل واحد كيفاش كان كأول داك الحادث. ليلى ملي سمعت الخبار بكات على خوها، ولكن ما تأثرش بزاف حيت ما كانوش مفاهمين. ومحمود بات نبيل ملي سمع الخبار تصدم، ولكن ما تأثرش حيت ديما كان كيقول باللي ولدي ما يصلحش يكون من العائلة دياله الوزاني بسبب التصرفات ديالو. داكشي اللي وقع كان بداية نهاية عائلة الوزاني. بات سلمان عصيف كان أكثر المتأثرين، ضعف ولدو ودابا ضعف بنتو. مشاش نق على محمود وقال لي حرمتيني من ولدي، ودابا ولدك حرمني من بنتي، انت قتال مجرم، تفرقع عليه محمود. وقال لي كيفاش كدو معايا هكا؟ قال لي هنا صيف كيفاش غادي ندو معاك، حياتي كلها وانا ساكت صابر للدل والمهانة، من صغر انت هو اللي زعم زعمة وار وكتفهم في كل شيء. كلكم في هاد القصر هذا كتعاملونا بحال الحشرات، بنتك ديما كتستهزأ ببنتي، عمركم عطيتونا قيمة، كتفكروا غير في الفلوس. علاش؟ علاش انا ما نكون هو كبير العائلة؟ علاش زعمة؟ علاش زعمة بالضبط نتايا؟ ديك اللحظة نقص الحاج سالم وقال لي حيت انت ضعيف، شوف حياتك كي دايره، كتبكي بحال المرأة، كبير العائلة الوزاني خاصو يكون راجل وقلبه قاصح ماشي بحالك نتايا. قرب من حداه وقال لي عندك الحق، عندك الحق الوالد، انا ماشي بحالكم، حيت نتوما اصلا ماشي بشر، نتوما حجر. دار ديك اللحظة وشاف محمود وقال لي ياك محمود صافي، ارتاحيتي من ولادي، انا غادي نريحك مني دابا. جبت السلاح ديالو وحطو في راسو، بدا كيترعد ديك اللحظه محمود، وقال لي لا 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 عافاك. والدموع بداو كينزلوا ليه من عينيه، بقى كيشوف فيه ناصف وكيبتسم. قال لي ها اول مره غادي نشوف دموعك، اوه انت بشر بحالنا، ولكن خسارة فات الفوت اخويا. قبل ما يتدخل محمود ناصف تيرة في راسه، طاح الارض ومحمود بقى واقف مسمر والدم في وجهه، طاح عنده بقى كيبكي. تم غادي ديك اللحظة عنده الحاجة سالم في الكرسي المتحرك دياله، قرب من حدا محمود وقال ليه محمود نوض، كون راجل، تعلم تكون قاصح، كبير العائلة خاصو يكون دائما قاصح. شاف فيه محمود وقال ليها انا خسرت ولدي، خسرت خويا ولاد خويا، صافي اصلا ما بقاتش عندنا عائلة. قال لي الحاج انا رديت منك شي حاجة كبيرة في البلاد، خليتك اشهر واحد في هاد البلاد هادي. ناض عنده ديك اللحظة محمود وقال ليها اهل والد، درتي مني تمثال، تمثال ديال الحجر، انا كرهت راسي وكرهت حياتي. خويا، خويا كان كلامه صح، احنا ماشي بشر. ناض ديك اللحظة محمود وتم غادي، بقى الحاج كيعيط ليه ولكن ما تسوقش ليه. مع هاد المشاكل اللي وقعات كنت انا في الدار وكنبتسم، حيت الخطة ديالي كانت غادة كيف ما رسمتها، وخا ليلى ما درش ليها حساب. كان عندي امل انه يكون نصيف هو اللي تعدى على الوالدة، وفي النهاية علاقتي بليلى ما تكونش حرام. الوقت اللي كنت كنفكر في هادشي سمعت دقان، حليت الباب ولقيتها ليلى غير شافتني مسكينة ويتلاح عليا.
عنقاتني وكتبكي. الصراحة ما كانش خاصها تكون هنايا، ولكن الحب الكبير اللي كان حسوت في جاهها خلاني ننسى ياسين والانتقام، ننسى هادشي كامل. مبقاش معايا ليلى في الدار، والحالة ديالها تحسنات بزاف، كان فيها الجوع بزاف، وخرجت مشيت نجيب ليها ما تاكل. الصراحة تحمست بزاف ونسيت باللي ارتكبت غلط كبير. ممكن تكون ليلى هاد المشاعر كلها غير تمثيل، وانا في الدار مخلي بزاف ديال الحوايج. الى قلبات غادي تلقاهم وتعرفني بلي داخل ديك العائلة غير على ود الانتقام. خديت الماكلة وتميت راجع بسرعة كبيرة، وصلت قدام الباب الدار ولقيت الباب محلول. ملي دخلت للبيت لقيت الرسالة اللي فيها الوصية ديال الوالدة محطوطة. طلقت داكشي كامل اللي كنت هزو في يديا وتصدمت، وعرفت بلي صافي عرفات، وبلاشك غادي تقولها لباباها، وهادشي كامل اللي خططت ليها غادي سالي. بقيت كنلوم في راسي، علاش بغيتها؟ علاش فتحت ليها مجال؟ بديت كنبكي ديك اللحظه وطلبت السماحه من الوالده. حليت شيروار وجبت السلاح، كنت خديتهم من القصر ديال الوزاني، درت تحت الحوايج وكنت مستعد نقتل محمود. في هذا الوقت ملي محمود خرج من القصر كان كاعي بزاف، كان معصب والضمير ديالو حيا، وكان باغي يعاقب راسو، ولقى بلي افضل طريقه ممكن يعاقب بها نفسه هي يدوز عمره كامل اللي بقى ليها في الحبس. داكشي علاش مشى عند البوليس واعترف ليهم بالجرائم كامل اللي دار والمخالفات اللي كانت في الشركة ديالها ديال وزاني. تحمل المسؤولية ديال داكشي كامل. الخبار دار تبوم في المغرب كامل. الحاج الوزاني الخبار كانت صادمة بالنسبة ليه. مشى الحاج باش يدوي مع ولدو محمود ويقول ليها يرجع ينكر داكشي كامل اللي قال، ولكن محمود كانوا داوه الحبس. ملي مشى الحاج للحبس كانوا تما جوج ديال الناس جايين باغين يتقابلوا مع محمود. ديك اللحظه كان محمود جالس في الزنزانه ديالو، جا عنده الموظف وقال لي عندك زياره. مشى محمود للبلاصه ديال الزياره ولقى راجل شيباني والتاني كنت انايا. شاف فيا محمود وقال لي اجي كدير هنايا. قلت لي محمود واش انت عاقل على هذا الراجل هذا؟ بقى كيشوف فيه وقال لي لا ما عرفتوش. قلت لي الصراحه ما كنتش متوقع انك غادي تفلت مني بهالطريقه هذه وتفكر انك تجي للحبس. قال لي اش كتقول؟ اش كتخربق؟ انا نهرب منك نتايا ولا الزعمه؟ قلت لي واش ما عقلش على جدي؟ بقى كيشوف فيه. قال لي لا ما عرفتوش. تعصبت ديك اللحظه وبديت كنهلل. نقز جدي وقال ليه انا اللي كنت خدام في القصر ديالكم اكثر من 23 سنه، وبنتي سميتها ياسمين اللي انت تعديت عليها، وهذا ياسين ولدك محمود. ملي سمع هكا محمود تصدم، قال لنا نتوما واقيلا هرب ليكم. اش من ياسمين؟ واش من تعديت عليها؟ واش من ولدي؟ قلت لي الجرائم ديالك بلا شك نساوك، ولا باغي تهرب؟ باغي تهرب من الحقيقه. قبل ما نكملو هضرتنا ناض محمود ومشى في حالاته. بقيت كنشوف ديك اللحظه في جدي وقلت لي جدي واش بصح يقدر يكون ماشي هو؟ قال لي جدي ومالك متحمس؟ قلت لي قصه طويله جدي غادي نعاودها لك من بعد. تميت غادي انا وجدي. الوقت اللي كنا خارجين فيه من الحبس كان الحاج سالم واقف قدام الباب، شافني انا وشاف جدي،
تحركت ديك اللحظة أنا وجدي، والحاسة لما بقى مصمر في بلاصو حيت قدر أنه يتذكر جدي، ولكن ما عرفش شنو هو السبب اللي خلانا نجيو للحبس. دخل الحاج وتلاقى بولدو محمود، قال لي شنو هادشي اللي درتي؟ قال لي محمود صافي، اللي وقع وقع الوالد وانا لازم ناخذ الجزاء ديالي. قال لي كان ممكن نصلحو كل شيء، انت الكبير ديال العائله وما كانش خاصك تستسلم. قال لي بارك الوالد، انا ماشي هو الكبير ديال العائله، خويا كان هو الكبير وراه مات بسبب هادشي كامل ديالك. قبل ما يتحرك الحاج قال لمحمود، ياسين شنو كان كيدير هنايا؟ قال لي محمود هذاك واقيلا راه هرب ليه، جا عندي هو واحد الشيباني وكيقولوا بلي كان خدام عندنا وبلي انا اغتصبت بنته وبلي ياسين طلع ولدي. الحاج غير سمع هادشي هذا وتاكد من داكشي اللي شاف، رجع للحاج القصر ديالو وطلب من الرجال ديالو يجمعوا معلومات عليا انا وجدي. في هذا الوقت كنت كنحاول نتصل بليلى ولكن ما كانش كتجاوبني. عجبني الحال بزاف انها ما قالت والو للعائله ديالها، يعني ممكن يكون الحب ديالها كان صادق ليها. بقيت محتار وكنقول الا ما كانش محمود هو اللي اغتصب الوالده ديالي، شكون غادي يكون؟ واش نصيف ولا شي واحد اخر كان في داك الحفل؟ ملي وصلت العشيه جاني اتصال من القصر، جاوبت ولقيت الحاج قال لي جي عندي القصر، بغيت ندوي معك، انا عارف شكون اللي اغتصب ماماك. ملي سمعت هكا دارت بيا الدنيا وقلبي بدا كيضرب بالجهد. خرجت بسرعه كبيره، هزيت الطوموبيل وتحركت. في هذا الوقت الحاج جلس مع ليلى وقال لها انت اخر الاحفاد ديالي من عائله الوزاني، سمعي انا وجدت لك كل شيء، الطوموبيل كتسناك برا وغادي تديك نيشا للمطار وغادي تسافر بيك برا البلاد، تما عندي فلوس كثيره بزاف وراه درتها كلها بسميتك، ما بغيتكش مازال تراجعي هنايا واخا يوقع اللي وقع. بقات كتبكي ليلى وقالت لي واخا واخا جدي. خرجت ليلى وتحركات، وصلت ديك الساعه للقصر، شفت ليلى راكبه في الطوموبيل، نزلت بسرعه وتميت غادي كنجري عندها ولكن الطوموبيل ما وقفاتش، بقيت كنشوف فيها وهي كتبعد. كنت باغي نغوش ونقول لها بلي احنا ماشي خوت ولكن بعدات. دخلت القصر وكان خاوي وغير الحاج اللي كان جالس قدام طابلة عامرة بالماكلة، غير شافني قالي تعال السي ياسين غادي ناكل انا وياك. قلت لي الحاج انا قام جاي ناكل معك، انا جاي بغيت نعرف شكون اللي تعدى على الوالدة. قال لي يا كتقصد باغي تعرف شكون هو باباك؟ تعصبت ديك اللحظة وقلت ليها قول يا سالم شكون هو؟ نفسي كانت باغا تعرف باش تنتقم، وقلبي كان باغي يعرف باش نتأكد باللي حبي الليلة ما فيش مشاكل، حيت داكشي اللي وقع بيني وبينها نهار جات عندي للدار عمرني غادي نسامح نفسي فيه. بقى كيشوف فيا الحاج سالم وقال لي سالم هاكا حرفية، قلت لي الغرور كيجري لك في الدم ديالك. قال لي ماشي غرور، هذه هي سنة الحياة، فيها ناس أغنياء وأسياد وخدامين، وفيها الحاج الوزاني والمهندس محمود الوزاني، وفيها جدك وبنته الخدامة. تعصبت ديك اللحظة وقلت ليها ها هو ولد الخدامة قضى عليك على العائلة ديالك كاملة، شوف شوف الصقيل تقاديتو كاملين، ولدك اللي انت كتفتخر بيه راه في الحبس.
محل أي مجرم. تصدم ديك اللحظة الحاشة وبقى حاضر راسو. جلست ديك الساعة وقلت ليها ما غاديش نرجع عليك في وجهك السي الحاج، غادي ناكل أنا وياك، وحنا كناكلو غادي نعاود ليك كيفاش قضيت ليك على العائلة ديالك. بدا كيبتسم الحاج وقال لي حتى أنا غادي ناكل معاك، وملي غادي تكمل كان وعدك غادي نقول لك شكون هو باك، وكان وعدك باللي غادي ننتقم ليك منه. قلت لي أي حاجة وقعت لعائلة الوزاني كنت مخطط ليها، ما غاديش نكر باللي الحظ عاوني بزاف، ولكن الاجتهاد كان مني أنايا. سنوات طويلة وأنا حاقد، سنوات طويلة وأنا كنحلم بالانتقام. البداية كانت من المدرسة، كان لابد نكون مجتهد، وكنت ذكي بزاف مادة الكيمياء، وحيت كنت عارفها باللي غادي تساعدني في الخطة ديالي. داكشي علاش كنت مركز فيها بزاف. ملي مشيت للكلية ما كنتش مهتم غير بالدراسة ديالي، كنت ساد قلبي، ما كنعرف صحاب ما كنعرف صحابات، بقيت كنبحث حتى عرفت المعلومة ديال ديك الشركة اللي كانت كتحاول تحيد الاسم انت وتصيفطو للدول النامية، ومنهم نيت خديت الفكرة ديالي. ما كان سهل عليا، ولكن وصلت للحل من بعد شهور ديال التمارة. قدرت ندير ديك المادة اللي تسبات لديك الشركة بكارثة، قدرت نصيب ديك المادة بكميات كبيرة، وبقيت محتفظ بها للنهار اللي غادي نستعملها فيه. ملي تخرجت من الكلية توفقت، وهذا الشيء كامل باش نتقبل في الشركة ديالك. ملي تقبلت وداوني ديك المدينة الجديدة اللي كان فيها داك المشروع الكبير، كنت كنحقل الخناشي ديال السيما بديك المادة، وديك المادة كانت كتفاعل ملي كتزاد عليها الماء. كنت حاسب كل شيء، وكنت داك الوقت محتاج نقولها لمحمود. داكشي علاش بديت كنفكر كيفاش ندخل العائلة، وكانت سلمى احسن اختيار. كنت كنراقبها وجاتني فرصة ملي واحد الراجل حاول يتكرفس عليها، دخلت وعتقتها منه، ولكن هي بدات كتضرب فيه بالساروت وقتلاته. هي كان كيسحب ليها باللي مات. ملي هزيت الساروت اكتشفت باللي مازال كيتنفس. ملي وصلتها رجعت ليه وديته للسبيطار. بطبيعة الحال انا اللي اعتقته، وكان لابد خاصو يرد لي الجميل. بطبيعة الحال هو كان ناوي ينتقم من سلمى، ولكن انا قلت لي الا عرفوا الناس راه هو اللي غادي يمشي للحبس. قلت لي غادي نحتاجك، وكل حاجه وعندها وقت. نهار الحفل داكشي كامل اللي قلته كنت جامع معلومات كبيره بزاف، وكنت عارف باللي احمد كيجيب مواد منتهيه الصلاحيه باش يضرب الرباح في جيبه. ديك الساعه محمود قتل احمد، ودرت ديك الساعه بلاصتي، حاولت نتقرب من الافراد كاملين، وكاع ما درت حساب الليله، حيت وقت ما كنت كنقرب ليها المشاعر ديالي كانوا كيتزادوا، وليت كنبغي بزاف ليله. سلمى كانت كدير لي العراقيل، وفكرت نحيدها من الطريق. داكشي علاش طلبت من داك الدري يبدا يبان ليها. ما كانش عندي نية نهائيا انني نادي سلمى، وكنت باغي غير نحمي راسي. حفيدك نبيل كنت مهمشينو بزاف، الادمان قضى عليه والتوحد ما قدر يساعده. خرج هو وسلمى وماتوا بجوج. ولدك نصيف ما استحملش وانتحر، ولدك محمود راه في الحبس. في كل الاحوال انا خديت الحق ديال الوريدة ديالي وحتى جدي، وانت غادي نخليك عايش تعذب، حيت اصلا ما بقى لك والو وتموت. في الوقت اللي كنت كندوي فيه حسيت بالدوخة وبألم خفيف في المعدة،
قال لي الحاس سالم واضح باللي السمة بدا كيعطي المفعول ديالو. تصدمت ديك اللحظة ملي سمعت هكا. قلت لي كيفاش عطيتيني السم؟ قال لي حتى انا كان لازم ننتقم منك، ولكن قبل ما تموت غادي نعاود ديك الحقيقة كاملة. باك كان عارف الحقيقة ديال المرض ديال ماماك، وكان عارف باللي ملي كتاخد الدواء كتغيب. باك كان عارف هادشي من الطبيب ديالها، حيت هو اللي كان كيصيفطها ليه. نهار الحفل باك شاف امك وهي ضعيفة وعيانة، دخل عليها البيت وشافها هكاك وما قدرش يتحكم في راسه، وقع اللي وقع. بقيت كنشوف فيه مصدوم، دموع كينزلو، قلبي كيضرب بالجهد، وكنحس بألم قوي في المعدة ديالي. قلت ليه شكون؟ شكون هو؟ قال لي انا هو باك، انا اللي تعديت على ماماك، وتا واحد ما كان كيعرف الحقيقة من غيري. ما كانش خاصني نخلي امك وجدك حيين، وهذه كانت هي الغلطة ديالي. وكيف ما وعدتك باللي غادي نقول لك الحقيقة وغادي ننتقم من وغادي ننتقم من باباك، حتى انا كليت السم بحالي بحالك، حيت ما بقى لي حتى واحد اللي غادي نعيش على قبله. انت اكدت لي باللي راك ولد الحاس سالم، الدم ديال عائلة الوزاني كيجري لك في العروق. كون كنتي ولدي من الحاجة الله يرحمها كنت غادي نكون فخور بيك. الحاج الوزاني كلامو تقال، بقيت كنشوف فيه اون فاس. وقلت ليها مالك ها؟ السم كنظن غادي يقضي عليك انت الاول، حيت انت شيباني وما غاديش تقدر تقاوم. حتى انا غادي نموت وما كيهمش، المهم غادي نشوفك همتي قبل مني. من بعد ربع ساعة طاح الحاج الوزاني، وبديت كنحس ديك اللحظة بالدوخة والدقات ديال القلب غادي كيتقالو. حطيت راسي على الطاولة وبقيت كنتذكر الحوايج الزوينة في حياتي، وأجمل حاجة كانت في حياتي هي ليلى. بقيت كندوي وكنقول ليلى اسمحي لي بزاف، كنبغيك الوليدة، نتمنى تكوني ارتاحيتي، أنا انتقمت من كل شيء. غمضت ديك اللحظة عيني وبديت كنهلوس، بديت كنتخيل ليلى واقفة عليا وكتبتسم. من بعد جات الوالدة مدات يديها وبقات ليلى كتبكي، بديت كنقاوم باش نمد لها يديها. في الأخير فقدت الوعي نهائيا. ما عرفش شحال داز ديال الوقت، كنت كنظن بلي النهايه، وعاود تاني بديت كنشوف داك المشهد. الوالده واقفه وماده يديها، وكانت ليلى واقفه قدامها بحال كتقول لها لا. قربت ديك اللحظه من حداي ليلى وعنقاتني بالشحت، بديت كنحل ديك اللحظه في عينيا. ملي حليتهم لقيت راسي في السبيطار، شافتني ديك اللحظه الفرمليه وقالت لي على سلامتك. الحمد لله نقصتها، والحمد لله انها جابتك في الوقت المناسب. اللحظه اللي غادي نقول لها شكون تحل الباب وتم الداخله ليلى، وكان معاها جدي.
جات ليلى وعنقاتني وقالت لي من حصل الحد أنني جبتك بسرعة كبيرة وجبتك في الوقت المناسب، ما كنش غادي نقدر نعيش بلا بيك. بقيت كنشوف فيها وكندمه حيت عارف بلي هاد الحب مستحيل، ما يمكنش نكون معاها وانا بمثابة العم ديالها. بقات كتشوف فيها وقالت لي اسمع داكشي كامل اللي عاودتي وما تخافش، اصلا محمود ده ما كانش هو الاب الحقيقي ديالي، ونهار تعرف على ماما كانت حاملة مرضاش قدام العائلة وخاف من الحاج سالم لقى ما يوافق لي هاد الزواج هذا. طوال هاد السنوات هادي عمر محمود ما كان كيعاملني بحال بنته، وكثر من هاد الشي قتل لي ماما وقتل حتى الراجل اللي كانت حاملة منه اللي هو بابا. كبرت وسط العائلة وكل حقد، وكنت كنتسنى الفرصة المناسبة باش ننتقم. عمرني تعرفت على شي واحد ولا بغيت شي واحد، وعمرني درت علاقات مع دراري. نار شفتك أول مرة تحركات فيا شي حاجة وقدرت بسهولة كبيرة أنني نبغيك. نار تلاقيت معك قدام الباب ديال القصر كنت عارفة باللي جدي ممكن يدير أي حاجة. كنت معصبة بزاف منك من اللي قريت الرسالة، واعتبرت هاد المشاعر كلها اللي كنتي كتبيه ليا كانت مجرد تمثيل باش توصل للمصالح ديالك. ما كنتش عارفة جدي كيفاش غادي يتصرف معك. وصلت للمطار وعاود شدي الطاكسي باش شي فور ما يقولش لجدي باللي راني قام مشيت. بقيت غادا مع الطاكسي وكنطلب فيه باش يمشي بسرعة كبيرة. ملي وصلنا قدام القصر دخلت كنجري، بالي جدي طايح وانت كنتي متكي فوق الطابلة، والكلمة اللي كنتي كتقول هي ليلى. فرحت بزاف من سمعت هادشي، ليلى هي اللي كانت كتهمني في هادشي كامل. دوزت تقريبا سيمانة في السبيطار، من بعد خرجت ومشيت نيشان للدار. ليلى كانت ذكية بزاف، جمعت المحاميين ديال العائلة كاملين وعودت لهم الاستوار ديالي. المحاميين رفعوا دعوى قضائية لتصحيح النسب، دار اختبار ديال الحمض النووي مع الجثة ديال الحاج سالم، وكانت صحيحة 100%. وبهذا الشي كنت أنا واحد من الورثة الشرعيين ديال عائلة الوزاني. محمود ملي وصلاتو الخبار كان ما قدر يستحمل كاع، ودار حد لحياته في الحبس. طوال السنوات كان قلبي عامر بالحقد، وبحالة كانت ميموريزي على الانتقام. ليلى خلاتني نكون إنسان، وبطبيعة الحال هادشي خلاني ندم على بزاف ديال الحوايج درت، حيت في هاد الانتقام مشاو بزاف ديال الناس لأبرياء، الثروة الكبيرة اللي كانت ديال العائلة. كنت كندير بها غير الخير، كنعاون الناس وكندير جمعيات وكنعطي لأي واحد محتاج. من بعد عامين ولات سميت عائلة الوزاني، معروفة بالخير والناس كلهم كيحتارموها. عشت أنا وليلى سعداء، وكان جدي معانا مسكين وكان مضوي علينا حياتنا. أنا وليلى عوضنا بعضياتنا في داك النقص اللي كنا عايشينه. تزوجت أنا وليلى وكنت فرحان بزاف. نهار حملت ليلى كانت حاملة بنيتها، سميتها ياسمين. وكيف ما ماتت واحد البنت في الماضي في هاد القصر سميتها ياسمين، تزادت بنيتها في هاد القصر هذا وحتى هي ياسمين. كانت هذه هي نهاية القصة. إلا كنتي أول مرة غادي تشوف قناة سفيان ستوريز، خلي اشتراك لايك وما تنساش ديما سفيان ستوريز. يا ربي سهل لي هذا الشيء. يا ربي آمين.